ازيكم يا جماعة، معاكم دايما جوز أحمد. النهاردة بس السكين بتاعي القديم اللي هو كان فيه وينكس الجليتش دي كانت باظت، ولما جيت أشوف الداونلود بتاعها عملتها وكل حاجة وبرضه لسه بايظة. هي اللعبة قفلتها تقريبا، بوظت جليتش في الأبديت ده، فهكمل بداية عادي اللي هو كان العادي أصلا. فشكرا إن اتفرجت على الفيديو، يا تكون عجبكم، ومع السلامة.